معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول الباحث القانوني في المرصد الأورومو التوسطي لحقوق الإنسان محمد عماد. مرحبا بك. إذا منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت أن حكومة بغداد طردت 2000 نازح بناء على قرار سري لعادل عبد المهدي. كيف ترى في البدء أوضاع النازحين في العراق؟ بداية تحية لكم للسادة المشاهدين. أحياك الله. حقيقة أوضاع النازحين في العراق كان لا ينقصها هذا القرار السري الذي قامت باتخاذه السلطات العراقية من تنحينهم من مخيمات اللجوء التي ذهبوا إليها قصرا تحت وطأة القصف والهجمة المشتعلة في العراق. كان لا ينقصهم مثل هذه الانتهاكات حتى يضاف إليهم هذا الانتهاك الأخير وهو تنحينهم قصرا إلى المناطق التي فروا منها والتي تعاني أصلا من انعدام البيئة الحياتية السليمة، إضافة إلى ضعف الخدمات المقدمة لهم من قبل السلطات العراقية. حقيقة هذا التطور الخطير والغير مسبوق بقيام السلطات العراقية بترحيل المهاجرين والنازحين قصرا إلى المناطق التي فروا منها هو أمر غير مبرر من قبل تلك السلطات، بل على العكس من ذلك أن حتى أوضاع العراقيين في المخيمات التي يسكنوا فيها هي أوضاع مأساوية، بمعنى أن هناك الخدمات الأساسية تنقصهم من كهرباء ومياه ومساعدات إنسانية أساسية تصل إليهم بشكل متواتر ومتواصل غير موجودة في مخيمات اللجوء. بالفعل يعني السلطات الحكومية ألم تفكر أين سيذهب هؤلاء النازحون المطرودون بقرار عبد المهدي السري؟ هل مدنهم مؤهلة لاستقبالهم؟ بالفعل إذا كانت تلك المخيمات التي كانوا يقطنوا بها الآن لا تتوفر بها الخدمات الأساسية والحماية الأساسية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني، فكيف يتم إعادة الآلاف من العائلات والأفراد إلى المناطق التي فروا منها؟ ودعنا نؤكد هنا أن المناطق تلك أصلا لم يتم إعادة بنائها وإعمارها، بل وبعض المناطق أيضا التي يتم إعادة المواطنين العراقيين إليها والنازحين العراقيين إليها ما زالت هناك تشتعل بعض الأحداث والصراعات العسكرية بين الأطراف هناك، فكيف يتم اتخاذ قرار بتعريض حياة المئات من النساء والأطفال والشيوخ بإرسالهم إلى المناطق التي فروا منها دون توفير الحماية الأساسية وكأنهم عبء على الحكومة العراقية؟ نعم. يريدون التخلص منها بأي شكل من الأشكال. أستاذ محمد، مثال مجلس محافظة ديالى ذكر أن وفاة أكثر من 200 نازح داخل المخيمات في غضون 4 سنين، إلى أي مدى ترى أن الحكومة في بغداد تراعي المعايير الدولية في هذه المخيمات التي تستقبل النازحين في العراق؟ الأخبار المتواردة والتقارير التي ترصد الواقع الإنساني في مخيمات اللجوء في العراق لا تبشر بالخير ولا تبين أن هناك رعاية حقيقية من قبل السلطات العراقية، ولا تبين أن هناك أيضا تحمل لأدنى أو لأبسط المسؤوليات القانونية والإنسانية التي يلقيها القانون الدولي والاتحاد الدولي على السلطات العراقية بوصفها هي السلطة التي تدير البلاد. حقيقة الوضع الصحي خصوصا والخدمات الصحية المقدمة للنازحين في مخيمات اللجوء في العراق، ودعنا نقول المدن العراقية أيضا ليست بالمستوى ولا ترقى للمستوى المطلوب الذي يكفله القانون الدولي، هذا ابتداء. أيضا خدمات التعليم والرعاية الصحية الخاصة بالأطفال والنساء، كما يعلم المشاهدون وتعلم حضرتك أن النساء والأطفال لهم حماية خاصة في القانون الدولي الإنساني من حيث خصوصية حالة النساء والأطفال. نعم. فما بالك بمنطقة تشتعل بها الصراعات وأيضا في منطقة يوجد بها نازحين ومخيمات غير مؤهلة ويوجد بها نساء وأطفال ويتم طرد هؤلاء النساء والأطفال خارج المناطق الأقل خطورة أو دعنا نقول بها الحد الأدنى من الأمن إلى مناطق الاشتعال والصراع. حقيقة هذا أمر غير مقبول، ونحن نطالب عبر فضائيتكم السلطات العراقية بمراجعة قراراتها الأخيرة بحق النازحين العراقيين ووقف عمليات الترحيل القسري. نعم. على العكس من ذلك أيضا نطالب بتطوير مخيمات اللجوء التي يتم أو التي يقيم بها اللاجئين العراقيين وتوفير الحماية الخاصة للنساء والأطفال وتوفير الرعاية الطبية لهم. هناك من يرى أيضا أن محاولة إعادة النازحين هي تغطية للتغيير السكاني المخطط له من الحكومة أو بعض الميليشيات في ظل استحالة عودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها، ما تعليقك على ذلك؟
وحقيقة يفهم من القرار عندما يكون هناك أزمة تشتعل في منطقة معينة ويتم إعادة إليها النازحين الذين خرجوا منها بالقوة، يفهم بأن هناك أمر يراد منه من هذا الأمر، خصوصا وأن الأمر قسري كما ذكرت التقارير الدولية. نحن نخشى أن يكون لدى السلطات العراقية أبعاد ونوايا أخرى غير التي أعلنتها بأنها تريد إعادة المواطنين إلى بلادهم من أجل تثبيت وجود المواطن داخل بلدته وداخل الحي الخاص به. نحن نخشى أن يكون هناك أبعاد أخرى كما تفضلت، منها من أن يكون هناك توزيع ديموغرافي أو توزيع بناء على السكان، خصوصا وأن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تأتي بناء على ضغط من قبل الجماعات المسلحة في العراق. نعم. بالتالي الحكومة العراقية مطالبة بتبرير حقيقي للأمر هذا، ابتداء أيضا الحكومة العراقية مطالبة بوقف هذا القرار إلى حين فرض سيطرتها الكاملة وتثبيت الأمن والخدمات في داخل المدن، حتى يتم إعادة المواطنين العراقيين الذين نزحوا قسرا إلى مناطقهم. بمعنى أن أننا نقدر أن النازحين العراقيين الذين فروا من مناطقهم لهم الحق بالعودة إلى بلادهم وأحيائهم، لكن هذه العودة يجب أن تكون ضمن أو تحت الحماية القانونية وتحت الإدارة العراقية الصحيحة الكاملة التي توفر الأمن والسلامة والشروط الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية. شكرا جزيلا لك من اسطنبول الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان محمد عماد.